السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد من سلسلة المتعود ترفيه. إذا أعجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاهدة الفيديوهات الأخرى في السلسلة. وهيا نبدأ الفيديو. في الفيديو السابق تكلمنا عن ماذا لو أن جوكو هو الوحيد الذي وصل إلى مستوى السوبر سايان في الأنمي، وتكلمنا عن التايم لاين الخاص بدراغون بول زي. في هذا الفيديو سنكمل القصة في دراغون بول سوبر. يمر الوقت ويظهر إله الدمار بيروس، وكما في التايم لاين الأصلي يتحول جوكو إلى السوبر سايان جاد، وهذه المرة يكون أقوى، ولكن ذلك لا يشكل فرق لأن بيروس يهزمه في النهاية. يمر الوقت وينتقل جوكو إلى التدريب مع ويز حتى يصل إلى مستوى السوبر سايان جاد سوبر سايان أو السوبر سايان بلو، وفي هذا التايم لاين يكون أقوى أيضا. ثم يظهر فريزا بتحوله الذهبي الجديد ويواجه جوكو ويتغلب عليه كما في التايم لاين الأصلي. ثم يأتي آرك جوكو بلاك، ويضطر جوكو لمواجهته وحده، فبالرغم من أن فيجيتا قد أصبح أقوى، فإنه لا يملك فرصة أمام مستوى السوبر سايان بلو، وفي نهاية المطاف يضطر كل من جوكو وفيجيتا لاستعمال الاتحاد، وتكوين فيجيتو الذي يكون أضعف من فيجيتو التايم لاين الأصلي، وتنتهي المعركة بالقضاء على زاماس بمساعدة زينو. يمر الوقت، ونصل إلى بطولة القوة. المشكلة في هذه البطولة أن جوكو وفريزا وأندرو 17 هم فقط الأقوياء في الكون السابع. بقية الزي فايتر أصبحوا أقوى، ولكن لا فرصة لهم أمام الأكوان الأخرى وبالذات الكون الحادي عشر. تستمر بطولة القوة، وبصعوبة بالغة يستطيع جوكو الإضاحة ببقية المقاتلين من الأكوان الأخرى. وكما في التايم لاين الأصلي يصل إلى مستوى الغريزة الفائقة، ويقاتل جيرين وينتصرون، وينتصر الكون السابع بشق الأنفس كما في التايم لاين الأصلي. وهكذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم هذا الفيديو لايك واشتراك، وإلى اللقاء.